عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الاسلاميه. دكتور عبد الله، هو الشيخ عيون يعني امام مسجد، يعني كمان بيقيم شعايا، يعني هو كمان يعني ممكن البعض ياخذ دي الدين منه، يعني بقى على يقين من انه الرجل الصالح يقود الجنازه بهذا الشكل ويدخل في الحارات يمين شمال ويلف مع الناس 5 ساعات، وكمان انما هو مختلف شويه مع الطبل والزمر يعني. تفضل دكتور عبد الله. تفضل. والله يا استاذ وائل، هذا ليس له اساس لا من العقل ولا من الشرع، لا من الشرع ولا من العقل. لان احنا بنشوف الميت هو يعني بتنتهي حياته وبيبقى هو المحمول وهو المفعول به وليس الفاعل، الا اذا كان بقى عالم من العلماء فالناس يستفيدوا بالكتب وبالعلم الذي تركه من خلفه. معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم او علم ينتفع به. وبالتالي تفسير هذا المعنى بأنه هو يقود قيادة يعني حقيقية وأنه هو يجري والناس يجروا وراه، هذا ضرب من ضروب الوهم والباطل اللي بيخلقوا بعض الناس رغبة في أنهم يضفوا نوع من القداسة على شخص معين علشان يعملوا بقى مسجد ويعملوا مولد، واحنا عارفين الحاجة دي، ده ثقافة موروثة منذ زمن بعيد. الميت لا يسير اللي بيسيروه الذين يحملونه، وهم الذين يدخلون به الحواري والطرقات، واحنا شفنا ونحن صغار حاجات من هذا القبيل كثيره، وثبت ان الذين يحركون هذه الجنازات اناس لا يحترمون ادب الموت ولا يحترمون ادب الجنازه ولا يتبعون سنه النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون على عقول الناس بالسلب بهذه الامور التي تخرب العقل وتدفع الى امور تضر الناس ولا تنفعهم. الموت له عظة، الموت له ادب، الموت له كرامه، والميت له كرامه يجب ان تحترم، ان يسير الناس في جنازته بسكينه ووقار وليس بهذا الاسلوب المليء بالهرج والمرج والطبل والتزمير. هذا استهانه بالدين واستهانه بالميت واستهانه بالموت واستهانه بكل قيم الدين والحياه. لا يجوز ان يمثل بشخص وهو ميت بين يدي الله عز وجل بهذا الأسلوب، لأن ذلك ينافي كرامة الميت. هم يظنون أنهم يصنعون له كرامة وهم يمثلون به ويجعلون له قصصا مزيفة لا أساس لها، لا في الدين ولا في العقل ولا في المنطق. وأنا أحذر من توالي هذه الأمور التي تؤثر على عقول الناس. إحنا بنسحب إلى غيبيات يراد لنا أن نقبر عقولنا فيها، لا أن نتجه إلى إدراك أسرار العقل وأسرار الشرع وأحكامه. وأن نعمل لدنيانا وأن نتعبد بالأسباب. يا أستاذ وائل، الله تعبد الناس بالأسباب وبين أحكام الأشياء، وليس من أحكام الموت هذا الذي نراه، هذا نوع من التلبيس ونوع من التضليل، ولا يجوز لأي إنسان سواء كان مقيم الشعائر ولا الأخ للأسف المتعلم اللي بيقول أنا معايا يعني دبلوم ولا معايا بكالوريوس ولا ايه، يقول انا ويؤيد هذه الخرافات. هذا رجل لم يعني لما الاقي امام مسجد كمان ده خطر، يعني الشيخ عيون مقتنع بده، امام المسجد اذا كان يؤمن بهذه الخرافات يبقى لا يستحق ان يكون امام للمسجد. وانا يعني لا يجوز ان تترك هذه الامور اي اعتداء على العقل. طيب خلينا اسال الشيخ عيون. الشيخ عيون، الدكتور عبد الله النجار بيقول انه من يؤمن يعني إذا كان إماما للمسجد فلا يستحق أن يكون إماما للمسجد. لو كان مثلا زي ما بيقول الدكتور عبد الله اللي بيحرفوا الجنازة 1 أو 2 أو 3. ماشي يا أستاذ وائل. ده كذا واحد غيروا، في ناس مش مقتنعة بالكلام ده، حبت تشاهد بعينها الكلام ده فحملت الجنازة على الكتف وما كانش ليها أي تدخل في إنها توديها كده أو توديها كده. أنا مستعد دجن أشيله وأسيره في الاتجاه اللي سيدفن فيه يا شيخ عيون، مش جايز ده وهم يعني؟ لا مش وهم يا أستاذ وائل. هم لو كانوا عاوزين زي ما بيقول الدكتور عاوزين يعملوا له مقام أو عاوزين يعملوا له أي حاجة ما كانش دفنوه في المقابر يا أستاذ وائل. بس خطر لما تكون أنت إمام مسجد، يعني هتعلم الناس الدين يا شيخ عيون وبعد كده تقول لهم إنه الميت يقود الناس ويلف بيهم 5 ساعات؟ يا استاذ وائل هنتقدم للامام ازاي بس يا شيخ عيون واحنا
بندوس على العلم وعلى العقل بهذا الشكل يا استاذ والد، حاجه مشاهده بالعين يعني، مش واحد بس اللي شال، ده اكثر من واحد. طيب انا طبعا مش عايز ان احنا يعني بنهين الناس، لكن بنناقش الناس. يعني يمكن لمجموعات كبيرة أن تخضع تحت تأثير وهم معين. يعني دكتور عبد الله الشيخ عيون هو بيقول لك يعني، طب اسأل الناس اللي شالت الجثمان وعددها كبير. ما هو ده خطر الشيوع، شيوع الحادث بين أكثر من شخص يحركهم الهوى، هو اللي بيعمل هذا العمل. ما هو هم لو اثنين او ثلاثة هم الذين يحملون، كان من الممكن ان يكون كلام الشيخ صادق، لكن هو نسى ان الحدث الموجود الان اللي هو التلاعب بجثة هذا الميت شائعة بين جماهير يتدافعون كالموت. فلما يجي يقول لي ان فيه اكثر من واحد، هذا كلام لا يقبله العقل ولا المنطق. وبعدين يا سيدي الرسول صلى الله عليه وسلم، هل يكون هذا الميت أعلى مقاما أو ولاية من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الصحابة أو من التابعين أو من كبار الصالحين؟ لم يصنعوا هذا الصنيع، يعني ده لم يحدث للصحابة ولم يحدث للرسول صلى الله عليه وسلم يا دكتور عبد الله، لم يحدث للنبي صلى الله ولا لأحد من الأنبياء. هذا تهريج، هؤلاء الناس يحاربون العقل ويحاربون النعم التي طيب. يا شيخ عيون في تعليق أخير، طب ما يعني ما كان أولى أن يحدث ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم أو لصحابته، يعني للصحابة، يعني لماذا لم يحدث ذلك لهم؟ يا أستاذ وائل، الرسول صلى الله عليه وسلم أعلى مقاما من أي شيء، والصحابة أعلى مقام بعد حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. شيخ عيون، خلينا يعني، العالم بيتقدم زي ما انت شايف، العالم بيتقدم بالعلم، واحنا قاعدين لسه نناقش ان الشيخ بيلف يمين وشمال ويدخل بالناس الحارات والميت زار ميت تاني. معقول ده يا شيخ عيون؟ طب انا تسأل الدكتور عبد الله النجار، قول له الارواح ما بتتظاهرش في الارواح الاموات ما بتتظاهرش يا دكتور عبد الله. بقول لك ارواح الاموات ما بتتزورش يا دكتور عبد الله. سيدي ما دخلك انت، الارواح عند ربها، الله اعلم بها. انت مالك، انت بتلعب ببدن الانسان، بدن الانسان ده امانه في ايدك انت. البدن الذي تحمله امانه في يدك، الارواح لا سلطان لك عليها. الارواح بيد الله الذي نفخها في الناس. وبمجرد ان تقبض الروح اصبح البدن امانه في يد من يحركونه. أنتم بددتم الأمانة، أنتم أهنتم الميت، أنتم متهمون أمام الله وأمام الناس بأنكم أهنتم كرامة الميت. بدن الميت ده أمانة. كسر عظم الميت ككسره حيا، أنتم أهنتوه، أنتم مثلتم به، أنتم جعلتوه أحدوثة. هذه إهانة للميت وإهانة للعقل وإهانة للناس، وليس تكريما له. بشكرك. هذا عبث بالعقول. دكتور عبد الله النجار ألف شكر، شيخ عيون ألف شكر، وأتمنى أن تكون عينا للعلم والعقل ولا تكون عينا للخرافة بهذا الشكل. أستاذ مصطفى عبد الستار ألف شكر، أستاذ إبراهيم حسن شكر.